ماشي. هو اللاب طالب حاجة بسيطة يعني، هما سؤالين، أول واحد عن الجي بي أو انتربس، تاني عن السيستك انتربس، عشان يضمن إن احنا covered the two sides practically. فأول لاب بيقولك write using write function to initialize port F من 0 pin 4 as digital inputs with negative edge triggered interrupt with priority 1 and write the interrupt subroutine function toggle blue LED when interrupts occur on pin 0 and toggle green LED when interrupt occurs on pin 4. تمام. ف أول حاجة طبعا ال initialization بتاع ال GPIO، تمام، اللي هو عن set ال clock اللوب المعتادة اللي احنا نتأكد انها تمام ولا لا، هو الويت فور ستابلايزيشن. بعد كده بنشوف ال اسمه ايه ده، بنعمل unlocking. ليه؟ لان البورت اف في شوية بنز بيبقوا لوكت، واعتقد في بناية منهم تقريبا لوكت، لازم نعملها unlocking بان احنا بنحط certain value. ال value دي باي ذا واي اعتقد انها ماكرو محطوطة في ال header، ما علينا يعني. المهم value معينة، وبعدين بنحط وحدة في ال corresponding bits اللي احنا عايزين نستخدمها عشان نقول ان احنا نسمح بال changes لل bins دي بعد كده. فبنستخدم commit register، وطبعا بن disable ال analog ون clear ال PCTL، نظبط ال directions، بن enable ال digital input أو output، بعد كده بن disable ال alternate function، وفي pull up register بنحط فيه واحد واحد لل corresponding pins اللي بتشاور على ال switchات، عشان هي اسمها ده negative logic. تمام، يعني الكلام ده المتعارف عليه. حلو أوي. أنا عايزة أظبط بقى الإيه، حاجتين، initialize السيستم بتاعي وأظبط ال handler interrupt handler بتاعي. هكتب المين بتاعتي، أنا هظبط المين بتاعتي يعني، هنادي ال function دي عشان ت initialize ال port، فمفيش مشكلة. طبعا ما تنسوش بقى حوار ال DLL والمايكرو ليب اللي هو تشيك، والتظبيطات بتاعة التارجت بتاعة كل مرة وانتوا بتعملوا البروجكت. طيب هو مديني شوية حاجات، هو عايز يشتغل على ال edge وتقريبا ال falling edge على ما اتذكر. تمام، فانا هبتدي ابص على الريجسترز اللي انا محتاجاها. ففي مثلا ريجستر اللي انا عايزه اقول ان انا عايزه استخدم الايدج اللي هو اسمه اي اس، اللي هو انتربت سنس بين. ففي ماكرو اسمه جي بي اي او بورت اف في الهيدر فايل اسمه اي اس اندرسكور ريجستر، ماشي. وده هديله الايه، الفلاج ان هو ان انا عايزه بت معينه تبقى بزيرو، بت معينه تبقى بزيرو اللي هي يعني هستخدمها as a falling edge، اللي هي دي. تمام. ايه تاني؟ قال لك ان انا عايزه الريجستر بقى اللي هو بيقول لي ان انا هستخدم بوث ايدجز ولا يا ايدج يا ليفل، اللي هو اللي اسمه اي بي اي. تمام. ادي اي بي اي اهو. انا قلت ان انا عايزه استخدم ان هو يبقى بزيرو في الكورسبوندينج بيتس، عشان اللي انا عايزه اقوله يعني ان انا هستخدم ريجستر تاني يقول لي بقى هو فولينج ولا رايزنج ايدج مثلا، او لو او هاي هاي ليفل، مش هستخدم البوث ايدجز. تمام، فده اللي انا عايزه اقوله. فانا هعمل كده، انا اقوله ان انا في الكورسبوندينج بيتس خليها اصفار.
طيب في ريجستا تاني اللي تفتكروه لكن كذا حد سأل عليه، هو اللي بيتحكم ده بيقول أنا هستخدم فولينج ولا رايزنج ايدج او لو اور ليفل اور هاي ليفل، لو انا هستخدم ليفل بس. بما ان انا في السؤال قال لي ايدج، فانا انترستد ان انا اعرف انا فولينج ولا رايزنج ايدج. استخدم اللي هو جي باي او 4 اف، اسمه ايه بقى؟ اسمه اي اي في، هو انتربت. عارفه ايه بالظبط؟ مش فاكره الاسم يعني. نفس ايه، نفس الكلام، نفس الماسك. طيب لو حد من الاتصالات مش مجمع يقول لي. قالك بعد كده اللي انا عايزه بقى ايه، انا خلاص بعمل، انا اول حاجه بعمل كونفيجريشن على ليفل البنتس، بعد كده كونفيجريشن على ليفل البورت، بعد كده كونفيجريشن على ليفل الجلوبال انتربت سيستم. فانا دلوقتي عايزه، انا عملت الكونفيجريشن على ليفل البنتس، وفاضل لي حته اللي انا انيبل الانتربت على البنتس، اللي انا اقول انها انيبلد او انها ان يعني ان ماسكد، مش ماسكد. فانا هستخدم الريجستر اسمه جي بي اي او فورت اف اندرسكور اللي هو اي ام، بس كده بقول ان هما انيبل. اكا هشتغل على ليفل البورت اللي انا احط priority و enable ال interrupts على ليفل البورت. تمام، احنا قلنا ان بورت اف ده يعني ال interrupt request number بتاعه ده بيبقى موجود في الداتا شيت، اللي هو الرقم 30. فاقسم بقى لو انا عايزة ال priority register، اقسم 30 على 4 يديك 7. وقلنا 4 ليه؟ عشان الريجستر بيكونفيجر 4 ديفايسز، كل ديفايس فيه 8 بيتس، بكونفيجر بس نص significant 3 بيتس. انا بس بعيد جاست للناس اللي ما حضروش التوتوريال الصبح، عايزة اعمل ايه؟ add equal بيعمل equal اكس تقريبا. انا في كان فاليو في الماسك بتاع اللي فات بتاع السيستك تايمر ما كانش مظبوط، فكنت ظبطته لكم في السلايدز. تقريبا ايه احنا قلنا السيجمنتس بتاعتها اللي هي سيجمنت 2 اللي هو من واحد، اللي هو احنا قلنا كام سيجمنت 2 ده من كام، اللي هو من 21 ل 23. تمام، بعد كده هنعمل ال enable اللي احنا ن enable بقى ال interrupts. انا حبيت 30 تقريبا كده. انتوا بقى ايه بكتب
للسوري معلش النت فصل، بس السكرين واضحة صح؟ أنا محتاجة بس أريشير تاني. الصوت قطع. هو النت فصل من ثانيتين بالظبط. أنا بتكلم دلوقتي، صوتي واضح والسكرين واضحة صح؟ ولا أعمل ريشير تاني؟ دلوقتي واضحة. تمام ماشي. أنا قلت إن أنا عايزة enable الانترابت على بورت F، فأنا اخترت اللي هو enable zero register عشان enable البورت F. طب جبته منين؟ هو ال interrupt request number بتاعه 30، وده من الداتا شيت بتجيبه تمام، بتقسمه على 32، ان الريجستر ده فيه 32 بت، كل بت بتقول انا هانيبل ديفايس او بريفر معين او لا يعني تمام. فهو انا عايز اعرف انهي ريجستر، انهي انيبل ريجستر، فانت بتقسم الانتربت ريكوست نمبر على 32 وبتاخد الانتجر بارت، وبتستخدم المودلس عشان تعرف انهي بت. وهو البت تقريبا 30، فبتحط تحط بالباينري، وبعدين تكونفرتد ثرو كالكوليتر للهكسا. لو في اي خطأ من الاخطاء محطوطة، يعني زي ما انا عدلت في السلايدز المرة اللي فاتت في الماسك يعني، فما فيش مشكلة. انت بتبقى عارف الايه الكونسبت يعني بتاعه، ازاي الكونفرجن يحصل. بعد كده احنا بن enable ال interrupt اللي هو الجلوبال انترست، دي موجودة في الفايل ده، defined variable functions موجودة في الكايل يعني. بس كده 2 underscore enable underscore interrupt request، وتحط عشان الابليكيشن يشتغل على طول تحط ايه الوايلد ترو. خلاص انا almost خلصت تقريبا ال most important initialization steps لل interrupt، بحيث ان انا اشتغلت على level ال bits الاول، بعد كده اشتغلت على level ال port، بعد كده على level ال global تمام. طيب بالنسبة بقى لل للهاندلر شخصيا، يعني انا لغايه دلوقتي انا ما كتبتش الفانكشنات الاساسيه، يعني انا خلاص انيبلت الانتر. طب حلو، لما ادوس على سويتش ايه اللي هيحصل؟ لسه دي ما كتبتهاش. انا بس كنت عايزه اوريكم الستارت اب كود عشان تبقى مجمعين معايا الدنيا. الستارت اب كود لو لاحظت ان اول ما بيبتدي الريسيت بتاعك بيبتدي طبعا حته الامبورت بتاعت المين فانكشن عشان يشغلك السي فانكشن بتاعتك يعني اللي هي المين، كاتب لك ايه؟ قالك دامي اكسبشن هاندلر تمام، which can be modified. فهو هنا حاطط لك لو لاحظت كنا وريتك في التوتوريال ان اول حاجه اللي هو النون ماسكابل انتربت هاندلر بعد الريسيت، فبعدين ودي حاططها لك ان هي انت فاينايت لوب، فحاطط لك برانش كده. قالك الكلام ده طبعا دامي، لكن لو انت عملت موديفيكيشن بتاعها في اي فايل هي اوفر رايت، عشان كده كاتب لك حته ويك. ويك دي معناها ان اي كتابه او ديفينيشن يعني ريدرز للهاندلرز دي في اي فايل هي اوفر رايت اللي هو حاطه الهارد فولت هاندلر تمام. الميموري مانجمنت هاندلر دول كلهم سي بي يو اكسبشن لو تفتكروا، واخدين نيجاتيف اي ار كيو تحت، دول نون ماسكابل لو جم، دول طبعا أهمية. كيف باس فولت هاندلر، فمعنى كده هو ماشي مظبوط زي ايه الفيكتور تيبل اللي شفناه تمام. هنا بقى يبتدي يخش لك بقى في ايه، جيبا اي او اي هاندلر، جيبا جي بي اي او بي هاندلر، جيبا اي او سي هاندلر، جيبا اي او دي هاندلر، احنا انترستد في انهي بتاع اف تمام، اللي هو جيبا اي او اف هاندلر راح فين، هتلاقيه تحت شوية. بعد كده هنا ال UART 0 handler، ال UART 1 handler تمام. اهو ال G by O F handler، الواضح ان هو محطوط في فيكتور في ادرس مختلف شوية مش ورا بعض، ف
فمحطوطين بالطريقة دي بحيث ان هو يبقى في ادرس تاني، تمام، وجي بي اي او مش عارف ايه، هلا في اتش وجي، يعني في حاجات، تمام. وادي التايمرز اهي، ادي الكان واليو اس بي، الناس هتستخدم يو اس بي، تمام. بقيت اليو ارت صحيح، لو انت هتستخدم الانترابت مع اليو ارت، يعني كمية هاندلرز بقى كبيرة، تمام. فانت يعني دي طبعا الماكروز بقى وفي الفايل اللي احنا بنكلوده، تمام. فايه ده دايما معتمدين عليه يعني في اللي احنا بنستخدمه، عشان كده مش بيطلع الى حد ما ايه ايرورز واحنا بنستخدم الماكروز. فالمهم انا انترستد في اللي انا استخدم ايه، الانهي هاندلر، الجي باي او اف هاندلر، احنا خلاص شفناه محطوط في الستارت اب كود، فاستخدمه بقى انا على طول. ف هو ده، دي طريقة كتابته، اللي هو avoid جي بي اي او. ماشي، الهاندلر ده هيعمل شوية كود، الكود ده هو قايل لك ان انت لما تدوس على زرار معين في ليد بلو هتنور، وفي زرار تاني هيخلي الجرين ليد تنور، تمام. هو قال لك ايه؟ قال لك لما الاي اس ار ده بيتوجل، البلو ليد بيتوجل يعني مره ينور مره يطفي، لما ادوس على بين زيرو، فده الواضح ان هو سويتش، قلنا سويتش بين ون ولا ايه، وقال بيتوجل جرين ليد لما الانتربت بيؤكد على بين اربعة، لما السويتش التاني بيتداس، تمام. طيب انا متفقين، اول استباية انا هعملها يعني ممكن اخليها كلاست انستراكشن في الفانكشن، مفيش مشكلة، بس هكتبها في الاول عشان اضمن ان انا ما انساهاش، اللي هي ايه، اللي انا كسوفت وير اكنولج اللي انا عملت سيرفيس للانتربت ده، اللي انا اكلين الفلاج اللي بتست الريجستر سواء الام اي اس او اللي هو الار اي اس. تمام، فالريجستر ده اسمه ايه؟ اسمه interrupt clear register. فده ايه اهم، مهم جدا ان احنا نحطه عشان ما ننساهوش دايما، وابسط حاجة وانا بكتبها. المشكلة هنا في ايه بقى؟ الكليننج بتاع انا عندي اتنين انتربس، يعني انا عندي اتنين انتربس بيحصل على اتنين بنز، تمام. فممكن واحد يحصل والتاني لأ، ممكن التاني يحصل والاولاني لأ، وممكن الاتنين يحصلوا، فانا لازم اكلير الاتنين، تمام، اكلير التو بنز اللي بيحصل عليهم الانتربس، واحد بيحصل في بين اربعة، واحد بيحصل في بين ايه واحد. ف ده مثلا بيحصل في بين واحد، ده الكلام ده بيحصل في بين ايه اربعة برضو، بس الماسك هيتغير، واظن انتوا عارفين الماسك بيتحط بناء على ايه، تمام. طيب هل الكود كده صح؟ انت كده بتكلير على طول سواء الانتربت حصل او محصلش. تاني حاجة، هو اصلا عايز يتوجل البلو لما يداس البن زيرو، والجرين لما يداس البن ايه اربعة، هندل القصة دي ازاي؟ هعمل
هل احط الكود بتاع التوجلينج كده على طول، ولا هل هستعين بكونديشن، ولا هل هستعين بلوب، ولا هل انا اعمل ايه، ولا هل استخدم جلوبال فلاج، ولا هعمل ايه؟ يعني فكر مع بعض، مش لازم يكون الإجابة صح. حد عنده فكرة؟ أنا كنت شرحتها. حد عنده فكرة من الريجسترز اللي على ليفل البنز اللي احنا شرحناهم في السلايد؟ في 2 ريجستر كده قلتلكوا هما مهمين، واحد اسمه ايه؟ RIS، واحد اسمه ايه؟ MIS. الاتنين دول بيبقى فيهم شوية بيتس، كل بتاية لما بتحط عليها واحد ده بيقول ان البناية دي حصل عليها انتربت ولا لأ، واحد مسؤول انه بيقولك الكلام ده حصل على كل الانتربتس وذر ان هي ماسكد ولا ان ماسكد، والتاني مسؤول عن الماسكد انتربتس اللي هما بتوع البريفرز اللي هما بتوع الديفايس اللي هو ال MIS. قلتلكوا ان الكتاب كان بيتكلم على ال RIS وما جابش على كلام على ال MIS، بس انا في اللعبة بستخدم ال MIS، وانت تبقى عارف الاتنين عشان لو جالك في الامتحان واحد منهم. قلنا كده ولا ما قلناش كده؟ قلنا كده، فاهم؟ فال MIS ده او ال RIS ده بيقول ان الفلاجز ايه، ان لو في واحد في البت معينة انا interested تشيك عليها، يبقى دي ساعتها ايه الانتربت حصل عليها. فساعتها افرق بقى، افرق واقول ايه، اعمل فونديشن عليهم. لو البتاية زيرو بواحد توجل البلو ليد، لو البتاية دي بي بوزيشن بي فور، بوزيشن فور، يبقى توجل الجرين ليد. بعمل الكونديشن بناء على كده. قالك ايه؟ قالك ايه الكونديشن اهو، انا انترستد في الجيبا اي او بورت اف ام اي اس ام ريجستر، وبعملها ماسك مع ال بعملها ماسك واتشيك على بيت زيرو، ماشي تمام، لو هي بواحد ولا لا. دي معناها الريزلت بتاعتها لو هي واحد يبقى ترو، يبقى هات الداتا ريجستر بتاع البورت ده جي بي اي او بورت اف، واعملها توجل توجل مع الفاليو عشان ايه انور واطفي البلو ريد. التوجل معناها ان هي اكس اور تمام مع الايه، مع الفاليو بتاعت البلو اللي هي دي. ده طبعا تبقى عارف البلو متوصلة على انهي بناية، فبتبقى عارف ايه انهي فانكشن، انهي ماكروز تستخدم. طيب خلاص انا عملت الكونديشن ده، ما انساش بقى اللي انا ايه بعد ما عملت التوجل، ما انساش بقى الحاجه اللي احنا عارفينها، ان انا اكلير او اكنولج يعني ان تمام انا عملت السيرفيس اهي. انا قبل ما اخرج هكلير الانتربت ده عشان لما يحصل انتربت تاني اشوفه وانفذه. تمام، اعمل اف. سؤال بقى، هل اعمل اس اف ولا اعمل اف كونديشن عشان اتشيك على الانتربت اللي بيحصل على بين 4؟ اعمل كده ولا اعمل اف كونديشن؟ كيف اظن عشان اف ممكن عشان لو الاثنين؟ الاثنين داسوا. بالظبط اف عشان لو الاثنين داسوا مع بعض. بالظبط هعمل كده، بس اغير الماسك بتاعي. ماشي، هو يبقى ايه المنظر ده تمام، ويبقى تحت برضو نفس الكلام، وهنا كده هتوجل المرة دي بقى الجرين تقريبا، انا كده اسمه جرين.
بس كده. وبرضه نفس الكلام، انا بعد ما عملته ونفذت المهمه المطلوبه مني، ما انساش اكلير واكنولج الايه الانترابت، واكليره في الايه انترابت كلين ريجستر الاي سي ار بس كده. اكمبايل بقى وربنا يسهل ما يطلعش ايرور. تمام. ابتدي ديباج، عايزين نمشيها ديباج ولا نرن؟ انا هرن بصراحة. اول ما يحصل يعني مثلا انا هدوس على ده اللي هو متوصل ببين 4، فبين 4 احنا قلنا اللي هو جرين، فهدوس على سويتش 1. احنا عملنا رن ولا ما عملناش رن؟ عشان الايدج معلش. فاول ما ادوس واشيل كده ينور لي جرين، ادوس واشيل كده يطفي الجرين، اما عشان توجلينج بقى ادوس كده واشيل يبقى عمل اسمه ايه ده، المفروض يتوجل البلو مش الريد، علينا يبقى احنا غلطنا في حاجة. بعد كده اشيل كده واحط يطفيها. تمام. احط الاتنين واشيلهم، نور الاثنين. تمام. المفروض بلو بقى ايه اللي حصل، احنا حاطين نرد اساسا مش حاطين بلو. معلش سوري دي غلطة مني عشان انا بس ما ركزتش، انا كنت بحط ايه، هي المفروض كانت بلو. هو كده ايه نور اهو البلو، اطفي افتح كده ينور ايه الجرين. تمام. طيب السؤال التاني بقى، ابو فكروني اقولك على حاجة. السؤال التاني قالك اعمل نفس الكلام ده وخلي ان الجرين يتوجل كل 0.2 second based on cystic timer interrupt. تمام. الاختلاف اللي احنا هننشيالايز الكلام ده، نشيالايز السيستيك تايمر، ونخلي الكود ده بدل ما يبقى في اللي هو الجي بي اي او بورت اف، لا هنخليه ان هو يبقى موجود في السيستيك تايمر هاندلر. تمام. نعمل بقى كومنت ده. نبتدي بقى
لو انا هحط ان هو يتوجل لدايه معينه في الهاندلر بتاع سيستك تايمر، يبقى انا محتاجه ان انا اكتب الهاندلر واعمل لها واكتب الكود بتاعها. اكتب ايه هنا بقى؟ بيست على احنا شفناه قبل كده. اكتب هنا ايه؟ البتاع بسيط قوي. انا كمان الريجستر بتاع داتا بتاع بورت اف هحط فيه الفاليو واقعد اعمل لها توجل، ده ما فيهاش اي حاجه يعني. انتوا معايا وسامعيني ولا انا صوت مش واضح؟ الصوت واضح تمام. تمام. مش هنعمل حاجه يعني مختلفه، سواء هو قايل لك توجل كل ما يفاير، هو مفيش حاجه مختلفه يعني. طيب عايز تعمل فانكشن بقى تمام للديلي، مفيش اي مشكلة زي المرة اللي فاتت. يعني يا شباب، هو اللاب مش ليا، فيعني لو بس تساعدوني. ده اللاب مثلا اللي هو المفروض ان انتوا ان شاء الله هتسلموه قريب، اللي هو لاب 5، ف ساعدوني كده. المفروض اكتب ايه مثلا؟ المفروض الأول ال CTRL اللي هو كنترول نعمله في زيرو، ندسيبل السيستك الأول. تمام. ايش بعدين؟ بعدين هحط رقم في ريلود. الريلود، ايش هعمل ال delay يعني. احنا عاملينها بتاخد بارامتر. عشان هي بتعد من زيرو لغاية ديلي ماينس ون، أو من ديلي ماينس ون لغاية زيرو يعني. فاحنا فاتحين الريكورد صح؟ ريكورد ستارت. تمام. ايه تاني يا باشمهندسة؟ هنعمل هنعمل الكرنت current في في زيرو. زيرو. لو اكتب اي value فيها عشان تكلير. تمام. بعد وبعد كده هحط كنترول تاني بقى بس ب OX7 عشان احط الانترو، اشغل الانترو. صح. تمام. اللي مضايقه اندرسكور ار
نسخة. تمام حلو بعد كده كده. المفروض اعمل while loop لا للديلي. نحسب بقى الديلي. احنا كنا شغالين على سيستم كروك مثلا، لو قلنا 16 ميجا هرتز وانا عايزة اشتغل 0.5 سكند، فبالكالكوليتور كده 0.5 على الريسيبروكال اللي هو 1 divided مثلا ممكن اقول 0.5 على 10 باور الساعة divided 1 على 16، يدينا هو 8 مليون. هل احنا حاسبين كده صح؟ لو هو 0.5 على اللي احنا قلناه ده على 16 ميجا هرتز يدينا كام؟ 8 مليون. طيب احنا عايزين بقى نعملها in terms of milliseconds عشان نعمل نلوب ونناديها. نعمل ايه بقى؟ حد يحسبها لنا كده. نعمل 10 ملي سكند مثلا. احنا الو ممكن نخليها سامعيني يا شباب ولا الصوت راح؟ ثواني يا باشمهندس. هو تمام. انا عايز اسال سؤال بس، هو احنا بنشتغل على الكلوك الاكتوال بتاعت الديفا ولا على كايل؟ عشان هي على كايل بتبقى 16 ميجا هرتز مش 80. لا انا اشتغلت على كايل اللي هي 16، انت على تيفا المكتوبة بتبقى 80. يعني لا انا قصدي لما نيجي نعمل اللاب في اللاب سبميشن بنشتغل على كايل 16 ميجا هرتز. اي حاجة اي حاجة، يعني انت بس تمام بتكتب الاسامشن بتاعك ان هي 16 ولا 80. تمام ماشي شكرا. سوري هادي اوي. ماشي انا هعمل اللوب زي ما الباشمهندسة قالت لي. انا اهو هعمل اللوب اهي اي يكوال زيرو. ماشي اي اصغر بس من الديلي ولا تساوي الديلي؟ ماشي بعد كده النادي اللي هي ايه سيستيك ويت. هنديها كم مرة بقى وعايزين ونحسب الديلي كم مرة وكده. يعني الديلي ده هعمله 10 ملي سكندز ولا كام؟ هو احنا ليه بنعملها اصغر او ايكوال الديلي؟ مش احنا بنبدا برضو من الزيرو؟ يعني المفروض تبقى يعني يقف لما لا يوصل لا الديلي بالزيرو. لا لا لو لو انت هتبتدي من الزيرو وعايز تعملها 5 مرات يبقى اصغر من الديلي مثلا. يعني انت شايف ان هي اصغر لا تساوي صح؟ عشان احنا بنبدأ من الزيرو برضو، فاحنا لو عايزين 5 مرات هيبقى زيرو لحد فور. تمام. هو معلش، هو في الاثنين فانكشن اللي هي سيستيك ويت والجينريك ديلي بنعمل نفس البارامتر؟ عادي ما مش هيأثر حاجة. ما البارامتر ده لوكال يعني كبارامتر لوكال هنا ده، هو مش جلوبال يعني ما فيهوش مشكلة. يعني هو ما يعني هو السكوب بتاع الفانكشن بس ما فيهوش مشكلة يعني. تمام شكرا. ممكن هو عشان برضو يبقى informative اكتر generic delay اهو اهو informative اكتر كودينج ستايل. المهم خلينا نحسب الحسابات. انتوا هنعملها على 10 ملي سكند. هنعملها على 10 ملي سكند. هي طبعا 8 مليون مش هتمشي معانا اساسا. فلو 10 في ملي سكند يبقى مثلا انا كده 10 في 10 باور
ثيتا صح divided واحد على 16. ثانية بس هوقف الشيرينج ثانية عشان معلق عندي. هي لما كانت 1 مللي سكند كانت 16,000، ف لو هي 10 مللي سكند هتبقى 160,000. يعني كده عايز 60,000 ولا عايزها كام؟ 16,000. 160,000. مش هي 10 مللي سكند؟ هي لو كانت 1 مللي سكند كانت 16,000، فلو 10 مللي سكند هتبقى 160,000. بس ثانية هنعلق عندي معلش. بحاول أقفل تمام. كل الأبليكيشنز. تمام واضحة ولا السكرين لسه مظهرتش؟ تمام واضح. طيب لو احنا هنعملها 10 مللي سكند اظبط هنا كام؟ قلت كام؟ 160,000. شوف دول كام، زيرو مية أربعة وستين ألف 160,000. ماشي يبقى كده عشان بس الاستجماتيزم دي 3 و3. تمام يبقى كده 160,000. ماشي لو ده نكتبه بقى هنا كده، هم هم أربعة أربعة أصفار أصفار. بس. عاملاه من فين؟ عشان بس عندي استجماتيزم. أنا عاملاه من فين؟ معلش، طب ممكن بس نطلع فوق ثانية سنة عشان مش باينة في الصورة دلوقتي. انا طالعة اصلا واضح ان في ديلي. نشيل 3 أصفار. تمام كده. تمام. تحت بقى هنلف كام مرة ما نعمل المين فانكشن.
هنادي على دي طبعا عشان تinitialize. بعد كده حوار الديلي ده نبقى نظبطه، بس بعد هنلف كام مرة؟ لو هي 160,000 100 انت مرة؟ سامعني ولا لأ؟ سامعين تمام. تمام. احنا عايزين 16 مليون صح؟ ف160 في كام عشان يلف 16 مليون؟ تمام. تمام. هو بس مش احنا ممكن في الفانكشن بتاعت الديلي نعملها سكند مرة واحدة؟ كده كده السكند ازاي؟ يعني انا مش فاهمه السكند ازاي. ما هو احنا ما عملناه 0.5، او يعني السكندز حسبناها لقيناها انها 16 مليون، فانت هتفتيهم ازاي في 24 بت؟ ما هيتحطوا ال 16 مليون، 80 مليون اللي ما بيتحطوش. 16 مليون يتحط في ال 24 بت؟ ايوه ماشي انا عملتها في اللاب. ماشي. بعد كده بقى ايه اللي هيحصل؟ نجرب بقى نرن كده ونشوف هيحصل ايه. طيب احنا نسينا حاجة عشان كده هو ما اشتغلش. احنا نسينا ايه؟ المفروض ما نسيناش حاجة. هو السيستك تايم هاندلر اهو شغال، ايه مشكلته؟ مش عارفة. نسينا نعمل ال enable ال global interrupts. عايزة أوريكم حاجة كده في ال global interrupt. الطريقة دي اللي هو بي underscore underscore ASM وبتفتح brackets وكده، ده بيخليك ان انت ينفع تحط اسمه ايه ده assembly code. فاحنا قلنا ان في instruction انها بت enable ال interrupt، فال instruction دي اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هو CBSI enable ده، اللي هو interrupt enable ده. فهوفلي يعني انها تشتغل.
يعني نمشيها واحدة واحدة. ماشي. احنا محتاجين ان احنا نenable port F، ن unlock ال port F، ال pins بتاعت port F، and disable ال analog، وان enable clear VCTL with direction. المرة دي هيبقى output ل pins واحد واتنين وتلاتة. المرة اللي فاتت احنا كان ال initialization function كانت لل input switch، ده التغيير يعني. ده كمان خدناش بقى ايه، ما ظبطناهوش. تمام. في حاجة تانية تتعدل؟ ستيك هاندلر لأ مظبوط. المفروض الستيك ويت يكون مظبوط. تمام. معلش ممكن سؤال؟ ثانية ده بس عشان نركز في الحاجة اللي احنا بنعملها. تمام. استكويت على طول نناديها، ممكن نجرب نناديها على طول. ايه اللي صار ده؟ صار ده المفروض يشتغل. تمام. تمام. السؤال ريليتد لحاجة أنا عدلها في الكود ولا ده بره يعني؟ هو يعني حاجة في الكود بس يعني أنا مش عارف هي صح ولا غلط، يعني هو أنا مش فاهم ليه 100 بس. ده عشان تعمل بس 16 مليون اللي هي الحسابات يعني. طب يعني مش 16 مليون دي هتخليه يعد ثانية كاملة مش نص ثانية؟ نحسبها ونشوف، ما فيش مشكلة. هو كانوا طالب في الدوكيمنت ثانية ولا نص ثانية؟ نص طب احسبها، احسب نص ثانية ونشوف كده هيحسب ولا لا. هو في ايه؟ مش راضي يشتغل ليه؟ الفايل ده فيه حاجات غريبة. خلينا نمشي احسن بالستبس ان احنا نينيشالايز ونعمل وكده، ونكتب كود احسن اللي انا كنت كاتباه. معانا بقى الرن دلوقتي. هو it seems ان ال steps بتاعت ال enabling يعني لما فصلناها كده يعني it seems ان هو ما اشتغلش. هو المفروض كان ال global enabling بيحصل في step معينة اللي هو بعد ال calling، بعد كده بقى بتعد ال delay بقى، يكون هو fired وخلاص بيعد هو مع نفسه. مش عارفة بقى ليه ما حطيناه في فانكشن ما اشتغلش. ممكن نجربها ونشوف.
ماشي. هو هنا كده بيتوجل الجرين كل سيستم كلوك على 2. انا كنت عاملة 16 مليون على 2 ماينس 1. ممكن نظبطها تاني بقى في فانكشن زي ما الباشمهندسة قالت ونشوف هتشتغل ولا لأ. تمام. يبقى هو الغلطة اللي كانت عندنا ان هو كان محتاج ان يتنيبل الانتربت كل مرة، كل ما يفاير. الجلوبال انتربت ما عمل لهاش انيبل برضه في المين، ولا عمل لها في المين برضه؟ هي عايزة ان هو كل ما يتنادى عليه يعني في الخطوات بتاعة ال initialization يتعمل له enable. هي دي بس الفكرة يعني. ده الواضح ده الخطأ يعني اللي احنا عملناه. بس عايزة أتأكد كده. المفروض كده يشتغل ولا مش هيشتغل؟ ولا هيشتغل بس نشوف كده. واشتغل عادي اهو. فأعتقد انها مش تفرق يعني. انا معرفش كان في الاول ليه ما بي يعني كان مرهق شوية، بس مش عارفة الصراحة. بس هو دلوقتي تمام يعني. تمام انا كده خلصنا اللاب.
تمام. حد عنده أي سؤال في اللاب؟ معلش أنا قفلته بس عشان أعلق وأفتحه تاني. معلش. حد عنده سؤال بالنسبة لل الباشمهندس؟ كان بيقول باين احنا اللاب كان طالب 0.5 second، صح؟ يعني احسبها 0.5 في 10^9 على 1/16 يديك 8 مليون، صح؟ فا اللي هو السيستم كلوك، لما اللي هو الماكرو، انا الماكرو حطيتها السيستم كلوك رجعته للاصل اللي انا كنت عاملاه اللي هو 16 مليون، فقسمها على 2 - 1 اللي هو اللي احنا عملته من شوية اللي هو ده. ماشي، لو احنا نرن 1 second يبقى زي ما الباشمهندسة قالت او الباشمهندس قال اللي هو ايه 16 مليون. لو 16 مليون بيفتوا ال24، ساعتها هتحط كركته ونشوف. لو تفت 24 نشتغل على طول، لو ما يفتش نشتغل بالجينيريك ديلي. بس it seems زي ما احنا اشتغلنا بالجينيريك ديلي كان في مشكلة ان ايه تقريبا ما بيجيش للجلوبال اصلا للجنا، يعني اللي هو ان هو ينيبل الجلوبال انتربتس. فاما ان احنا نحط الانستراكشن دي في الفانكشن اللي بتتنادى عليها، لان يعني ده الواضح ان هو ما خلاهوش يشتغل اصلا في الاول الا لما كان يخلص اللوب بتاعته كده. فاما ان احنا نحطه هنا، يعني احنا مثلا اول مره خالص زي ما كتبتها بقى في الاخر ان احنا انيشالايز في الاول على الجنب كده وانيبل، وبعد كده بقى نستخدم اللوب احنا عايزين نعمل ايه بالظبط عشان نانيبل الانترابتس والكلام ده، الجلوبال انترابتس يعني. تمام. تمام. اه تمام. وما تنسوش بس تسيتوا البريوريتي، لو هو كان طالب ان البريوريتي مثلا واحد يبقى استخدموا الريجستر اللي هو سيست بريوريتي 3 وتحطوا الفاليو. سامعني يا باشمهندس؟ تمام. في حد عنده سؤال بس في اللاب قبل ما نشفت لأي حاجة تانية؟ أنا كنت عايز اتفضل. دلوقتي هو في السيستك ويت مش المفروض بيبقى فيه وايل مع الريجستر ال سي تي ار ال بنشوفه لغاية ما يصفر بعد كده بنخرج من الفانكشن أساسا ولا؟ ما ده بقى البيزي ويت، ده البيزي ويت اللي قلت عليه في التوتوريال لو كنت حضرت. احنا شغالين دلوقتي بالانتربت، فانا مش مضطرة ان انا اتشيك على الفلاج. تمام. هو لما بيحصل انتربت هو اوتوماتيك بيروح على الهاندلر ده بيعمل القصة دي، وبقى اوتوماتيك بيكلير الانتربت فلاج عشان ما يحصل انتربت تاني يروح داخل للهاندلر. تمام. شكرا مش بس. انا كان عندي سؤال تاني معلش. هو انا اتفضل. لو الجزء بتاع الاسمبلي اللي هو بيعمل انيبل للجلوبال انتربت مش ريكوجنايزبل باي كايل ولا حتى الفانكشن بتاعت سي، هي دي بتبقى مكتوبه في الستارت اب كود ولا بتبقى مكتوبه فين؟ هو المفروض ده ريكونايزابل الحته اللي هنا، عشان انت لو عايز تكتب اي اسمبلي تاني فالحته دي المفروض اصلا ريكونايزابل باي اي دي اي هو كومبايلر. بيجيب لي ايرور بيقول لي اكسبكتد فولاتايل او ان لاين او جو تو قبل الكيرلي براكتس اللي هي جنب اي اس ام. ده في كايل اه انت عاملها underscore اي اس ام اه عامة. يعني نفترض ان انت مش عارف اللي هو فيه في الـ هنا ده، هتلاقي اللي هو الريجستر اللي هو بري ماسك زي موجود، خده واعمل له انيبل لبيت زيرو. الانيبل بتاع بيت زيرو اللي انت تحط زيرو، يعني ده نفترض، بس هو المفروض الاسمبلي يبقى موجود. هتلاقي ان ممكن يتكتب، يعني اللي انا اعرفه مثلا عشان انيبل مثلا اسمبلي، مثلا لو انا على التارجت مثلا موتورولا كنا بنكتب حاجه مثلا قبل اندر سكور اس ام، فهي المفروض الديبندس على التارجت. فهو ده الطريقه اللي بنمشي بيها على الارم. معلش اسم الريجستر اللي احط فيه زيرو ايه تاني؟ بري ماسك اللي هو موجود في السلايدز. تمام.
شكرا. ومكتوب في الكتاب ومكتوب في الداتا شيت، شوف هنا موجود ولا لأ. هو تقريبا ده الريجستر اللي فيه كل القصة دي، أعتقد هو ده، أعتقد، أنا مش متأكد، ده الكنترول. يعني أنت ممكن تتأكد من ال من الأدرس الأسايني ليه في الداتا شيت. هو بيبقى فيه كذا ريجستر، ريجستر اللي هو البي ماسك، واحد التاني اللي هو البيز بريوريتي اللي هو بيتحط فيه قلنا البيز إن البريوريتيز اللي أقل منه دول الهاير، فيتنفق أقل من البيز لاين اللي محطوط، يعني اللي هو زيرو واحد اتنين. لو مثلا البيز تلاتة، لو البيز زيرو يبقى هو بيقلو كل الايه الانتربتس، واعتقد الديفولت هنا زيرو. اللي هو البري ماسك ده البيت زيرو، اللي انت لو حطيت واحد يبقى انت كده بتديسيبل، لو حطيت زيرو يبقى انت كده بانيبل. الكلام ده مشروح في الكتاب كمان، تمام. بس يعني هي ده الملخص. فانت لو حتى لو ما عرفتش تعمل كده، انت ممكن بكل سهولة ان انت ايه تنيبل ديسيبل الريجستر. وفي اندر سكور اي ار كيو انيبل، دي برضو مش متعرف عليها. بيقول لي implicit declaration اللي هو كأني بعرف function يعني. طب سؤال، انت include micro lab؟ دي برضو library. انا كان توقعي ان هي يعني كأنها handler متعرفة في الستارت اب، فهو مثلا اسمها متغير عندي او حاجة زي كده، فهو ليها اسم كده. انت لو دورت على النت هتلاقي ان هو ده defined جوه كايل، اللي هو ال underscore IRQ enable دي. تمام. تمام، حد عنده سؤال تاني في اللاب؟ طيب كويس ال discussion دي، بحيث ان احنا ندسكس. رحمة، انت عايز تسألي حاجة؟ هو أنا كنت عايزة أقول لحضرتك مشكلة الـ MS اللي كلمت حضرتك عليها قبل كده لسه لحد الآن موجودة، والفايلات اللي أنا كنت رفعتها قبل كده برضو في مواد تانية بعد كده برضو اتشالت، فحتى بيأخر الفايلات بيخليني أعمل ليت ب 12 يوم مثلا أو ب 18 ساعة حاجات زي كده، وأنا رافعاها في الميعاد مظبوط، ان هي فأنا مش ما عارفة أعمل بتظهرش إيه. عندك، مشكلة ان هي ما بتظهرش عندك. هي ما بتظهرش، وحتى بعد ما رفعتهم تاني وعرفت بعض المعيدين في المواد التانية برضو ستيل لسه بتتمسح تاني بعد فترة، فأنا حتى بعت لحضرتك إيميل بس حضرتك ما ردتيش عليا. أبعت لحضرتك تيمز الفايلات دي ولا إيه؟ لا انا الايميل برد عليه، هرجع له اكيد هرد عليه، لانه الفتره اللي فاتت بس غصب عني والله، يعني تمام، الدنيا ولا يهمك اوفرلود. خالص، انا بس هشوف، ربنا يعين حضرتك يعني. انا هخش اشوف دلوقتي الاي دي بتاعك واقول لك الدنيا متسجله ولا مش متسجله وايه الحل يعني. تمام، متشكرة لطلبتك والله. لا مفيش حاجه. حد عنده اي سؤال في اللاب قبل ما اقفل الريكورد وبعد كده نتناقش في اي اسئله عندكم؟